تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج نفتح آفاق التواصل معكم مستمعين لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم، كل ما من شأنه أن يساهم بشكل أو بآخر يعني تطوير الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة بدبي من خلال يعني مراكزها الصحية الأولية، من خلال مستشفياتها، من يعني كل المواضيع اللي ممكن الواحد يستفسر عنها. ليش تضحك يا دكتورة؟ صبحت الله بالخير. أنت تسولف وتعدل غطرتك وتعدل الآيباد، يعني ما شاء الله عليك. لا أنت ما تعرف ليش استوى، أنا بحط السماعة لكن العقال طاح الغطرة ما تيش استوابه. فصباح جميل جدا، حادث بسيط استوى في الاستوديو. أرقام التواصل دكتورة. صباحكم الله بالخير والنور والسرور، ويوم جميل هذا إن شاء الله. وحتى الجو تغير محمود، تلاحظ حتى الجو استوى وايد جميل هالفترة، في نسمة هو شي باردة، فإن شاء الله إن شاء الله يتغير الجو يدخل على الخريف بعدين الشتاء البارد إن شاء الله. ورقم التواصل عشان تشاركونا إحساسكم بالجو الجميل هو 600-551-414، والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي على إنستغرام فقط. ما بعلق اليوم على اكونت هيئه الصحه. علقي عشان اقول لك ايش تقولي في فعاليه اليوم. عندنا مؤتمر الصحه في بعد كبير، يعني ما نتكلم عنه ان شاء الله بالتفصيل يوم الاحد باذن الله، لكن اليوم بس منشير له يعني بشكل مباشر. تي عموما ناخذ اهم الاشياء اللي طلعت على السوشيال ميديا مع اختنا اسماء. صباح الورد يا اسماء. صباحكم الله بالنور والسرور. وصباحك ورود. وين وصلتي الحين؟ وين في الشارع بعت ولا وصلتي لوكيشن؟ الحين قريب نوصل مكان عقب نقول لكم وين. زين ممتاز. تفضلي يا اسماء. اليوم بيكون في مؤتمر صحفي ان شاء الله، بس نبغى الناس تتابعنا كل قنوات التواصل الاجتماعي عشان يعرفون شو الشيء اللي راح نطبقه اليوم وشو الشيء اللي راح نعلن عنه اليوم. حساباتنا هي تويتر انستغرام فيسبوك تويتر انستغرام فريسكوب وتويتر هو DHA_ دبي، اما الفيسبوك واليوتيوب واللينكدين هو دبي هيلث اوثوريتي. ممتاز. ونختم اليوم برساله صباحيه هي القائد الناجح هو من يحافظ على تطور نفسه ويحرص دائما على ان تواكب كل جديد. ممتاز، نصيحة ممتاز ممتاز. قولي حق عمرك. لا اليوم نزل في السناب عن أهمية الواحد يطور نفسه. سوالف ترى ندى أنا يوم قال قولي حق عمرك كنت بتحمس شوية، بس زين إنك كان يقصد. شوف حتى أسف أنا وصلت لأنسني أنا على الإذاعة. يلا إن شاء الله أخبركم إن شاء الله كل التفاصيل. اليوم وايد الجدول مزدحم اسمه، وايد الجدول مزدحم عندنا في هيئة الصحة ما شاء الله. عندنا نور دبي بيختتمون الورشة مالتهم اللي بدوها البارحة، البارحة كانت عندنا تغطية مفصلة، وأيضا المؤتمر الصحفي هذا، وأيضا في قيادات على الهواء صح ولا؟ قيادات في خدمتكم اليوم. أنا دكتور حسين السم وراح يتكلم عن كل أشياء لها علاقة بالعلم الوراثة والمختبرات في هيئة الصحة. يا سلام. ممتاز، موضوع جميل والله. بيكون 10:30 هذا الأسبوع 10:30، نتمنى الكل يتابعنا لايف إن شاء الله يا رب. يعني بعد تقريبا 20 دقيقة على أكاونت هيئة الصحة DHA_Dubai قيادات في خدمتكم بيكونوا موجودين معكم إن شاء الله. شكرا لك يا أسمة. العفو. هيا هلا.
أنا أبا أعالج عيالي في دبي وأسوي لهم فحص كامل، بس كيف وين أسير؟ عادي يعني؟ عادي أي مركز صحي، عادي بطاقة صحية تسوون بطاقة صحية توجهون للمركز الصحي التابع للمنطقة اللي تساكنين فيها، تأخذون فاتورة الكهرباء وعقد الإيجار لإثبات السكن ويسويكم فحوصات حسب الحاجة. ليش كاتبين بالعافية؟ كنت تبلعين شيء دكتورة؟ أشرب الكوفي. إنزين اليوم الجو غير إن شاء الله للأحسن إن شاء الله يا رب. متى إذاعة أبو عمر؟ نحن كلنا تحت أمر أبو عمر. حياه الله بعمر لو يدخل معانا بعد صحة وسعادة ونفتح معاه مواضيع بعد. حياه الله بعمر. استوديو ونحن ضيوفه. شو استوديو؟ شو استوديوه ونحن ضيوفه؟ هذه أي لغة هاي؟ بالياباني بالصيني باللغة خاصة. زين نعم اي جزاها الله خير. اليوم يقولون ان ذكرنا مرتين في البرنامج، جزاها الله خير. هذه تحيه لي استاذنا وصديقنا واخونا، ما بقول الكبير، اخونا الصغير. اخونا الصغير زين، الصغير سنا والكبير مقاما. راشد الخرجي هو موجود طبعا من الفتره الصباحيه قبلنا، يعني نحن على طول بعده. عموما الكشف عن علاقة بين السكتات الدماغية والسرطان. توصل عدد من الأطباء الإسبان لنتائج تفيد بأن احتمال الإصابة بالسرطان يتضاعف بعد التعرض للسكتات الدماغية. وحول تلك النتائج قال العلماء إن دراساتنا السريرية والمخبرية التي شملت آلاف الأشخاص أظهرت أن الكثير من يعانون من أعراض ما بعد السكتة الدماغية يصابون بأنواع مختلفة من الأورام السرطانية. تلك الحالات لوحظت بصورة أوضح عند الذين يعانون لأكثر من 18 شهرا من تلف أجزاء الدماغ بعد إصابتهم بالسكتات. وأضاف العلماء لا نعرف السبب الحقيقي وراء هذه الظاهرة، لكن المراقبة السريرية لهؤلاء المرضى أظهرت أن نحو 7.6% ممن أصيبوا بالسكتات الدماغية بدأوا يعانون من السرطان قبل مرور 18 شهرا من إصابتهم بالسكتة. أغلبهم عانى من سرطانات الأمعاء، الرئة، البروستات، وبشكل عام يعني بعد مرور أكثر من سنة ونصف على الإصابة بالسكتة الدماغية، فإن نحو ثلثي المصابين تتضاعف لديهم احتمالية التعرض للأورام الخبيثة. يعتقد العلماء أن ظهور مفاجئ للأورام الخبيثة عند بعض الناس بعد تعرضهم للسكتة الدماغية قد يكون وراءه أن أجسامهم بالأصل كانت مؤهلة للإصابة بالورم، وبعد إصابتهم بالسكتات زادت قابلية ظهور الورم بسبب الخلل الحاصل في دورتهم الدموية، كما أن الحالة النفسية التي يمرون بها بعد السكتة تساهم إلى حد كبير في تطور السرطان لديهم. والله دراسة مثيرة للاهتمام مثل ما يقول يا محمود. ما 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 أذكر أن ربطنا مرة بين السكتة والسرطان، ولكن إحنا لو نركز في عمق الدراسة هاي بعيد عن العلاقة بين السكتة والسرطان، فالسبب اللي اكتشفوا العلماء إن أجسامهم مهيئة لهذا الشيء. هذا يرفع لنا يعني موضوع الناس تقول لك ليش مثلا يوم احنا نقول حد يله مثلا السكر احتمال يله الضغط والكوليسترول مع بعض، يقول لك شو العلاقة بينهم؟ العلاقة ان انت عندك قابلية في جسمك للإصابة بالأمراض التتابعية هذه. لما يجيك سكر احتمال يجيك ضغط وكوليسترول، لو يجيك كوليسترول احتمال يجيك سكر وضغط، وهكذا. احنا لقوا الربط بين الأمراض الأكبر يعني من السكتات القلبية والسرطانات. قابلية أجسام للإصابة بأمراض معينة، هل ممكن أمنع نفسي أو أقلل خطر الإصابة؟ نعم محمود، إحنا نقدر نعيد تهيئة أجسامنا. طبعا العامل الوراثي موجود، ولكن دائما إحنا نقول العامل الوراثي عطوه 20% فقط، 80% الباقية إحنا طريقة تعاملنا مع أجسامنا، أكلنا، غذائنا، نومنا، الأدوية ناخذها، المكملات الغذائية ناخذها، كل هذه تصب في تهيئة أجسامنا للإصابة بأمراض معينة أو تقليل الإصابة بأمراض أخرى. فعشان شي لما نعطيكم نصايح معينة، مثلا لما يجي أنا مريض أسوي فحص معين أكتشف عنده قابل الإصابة بمرض معين، إحنا نقول له ممكن أن أنت تقلل خطر الإصابة أو تأخر فيه سنوات باتباع أشياء وايد بسيطة. هذا ذكرني بوحدة من الحالات دكتورة، كان يعني أحد الزملاء مسوي فحص طبي في هيئة الصحة، طلعت له النتائج، طالع عنده أن الكوليسترول مثلا مرتفع، صار سوى فحص ثاني وثالث ورابع في أماكن مختلفة، قالوا له النتائج اللي في هيئة الصحة غلط. زين هني
نرجع نتكلم على مسألة، أنت لما تسوي الفحص الطبي لازم تكون صايم كم ساعة؟ للكوليسترول محمود لازم تكون صايم 12 ساعة، والصيام معناها فقط الامتناع عن الأكل والشرب العادي، بس الماء ممكن تشربونه. للسكر 9 ساعات. 9 ساعات، 12 ساعة وتسع ساعات عموما. حتى يعني المسألة، أنا مش طبيب، أنت طبيبة أخبر مني، ولكن هذه من خبرة إعلامية طبية. يا جماعة الخير، حتى الفحوص هذه لما طلعت وسوى الفحص الثاني والثالث هذولاك صحيحين، وفحص الهيئة بعد كذلك يعطيك مؤشر صحيح. ان انت عندك قابلية للكوليسترول. صحيح. واحتمال محمود ترى كلمة انه كان غلط كلمة واسعة جدا، ترى يعني ممكن احنا كم معدل الكوليسترول المفروض يكون عندي؟ 200، اقل من 200. ممكن يطلع عندي في الهيئة 205، يروح مكان ثاني يطلع عنده 198. شو يقولوا لنا؟ فحص الهيئة غلط. غلط كلمة هاي ما تنطبق، هو نفس يعني النتائج متقاربة، معناه انت عندك خطر الإصابة، ولكن احيانا عشان يخففون عليك يقولك لا فحص غلط ما عندك شيء. موضوع الصيام بعد وايد مهم محمود. في ناس عندها فكرة مغلوطة على السريع قبل ما نطلع الفاصل، ان كل ما صمت اكثر كل ما طلع كوليسترولي اقل. بالعكس، كل ما صمت اكثر كل ما ارتفع عندك الكوليسترول. اللي يصومون 14-16 ساعة لما يسوون يلاقون كوليسترولهم اعلى من اللي صام 12 ساعة فقط، فالتزموا بساعات الصيام. صباحكم خير وسعادة وتفال يا دافع البلاء، الله يعافينا وإياكم مع جميع المسلمين، اللهم آمين. والنت يقطع؟ لا إن شاء الله ما يقطع. عموما فاصل، بعد الفاصل ما نتكلم عن واحد من المشاريع الجديدة في هيئة الصحة بدبي، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. عبد الرحمن الحصاي صبح عليكم مستمعنا الدائم. يعني أحلى شيء في عبد الرحمن أنه ما يطرش سؤال، ما يطرش تعليق، بس يصبح علينا. صبح علينا يعني فنان، جزاه الله خير. لا طبعا مو فنان وايد، يعني نبغي نحن أسئلة، نبغي شكاويكم، نبغي اقتراحاتكم، نبغي ملاحظاتكم على أرقام التواصل 6005514144، والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي على الانستغرام. عبد الرحمن، احنا نطرح وايد مواضيع، بما انك متابع للبرنامج بعث لنا اقتراح عن حق موضوع معين، شارك معنا في موضوع، تتصبح علينا وعلى ابو عمر. انا اذكر اي انزين. عموما يعني اليوم في افتتاح واحد من مراكز اللياقة الطبية في منطقة جغرافية جديدة في إمارة دبي. ما نتعرف على هذا المركز، ما نتعرف على هذه الأمور اللي موجودة في هذا المركز. معانا عبر الهاتف الأخ أحمد طالب، أخصائي أول إدارة اللياقة الطبية والصحة المهنية. صبحك الله بالخير أحمد. الله يصبحك خير، الله يسلمك بارك فيك أحمد. أول شيء كلمنا عن هذا المركز وشو هي الخدمات اللي بيوفرها هذا المركز. طال عمرك، مركز أبراج بحيرات الجميرة يعتبر من أكبر المراكز الموجودة للياقة الطبية طبعا في منطقة دبي، ويعتبر المركز الرئيسي في منطقة دبي. وهذا المركز طبعا يخدم منطقة دبي الجديدة اللي تبدأ حسب معلومات البسيطة من منطقة مرسى إلى جبل علي. وطبعا الفئات اللي تشملها هي عمال المصانع والشركات والفنادق والأفراد كذلك. ممتاز. أخوي أحمد، شو الخدمات اللي يوفرها المركز؟ يعني أنت ذكرتنا الفئات المستهدفة. الخدمات العاجلة الموجودة في المركز هي خدمة الصحة المهنية، واللي تشمل الفئات اللي هي 19 فئة من الوظائف التخصصية. وطبعا بيانات مش متوفرة معايا الحين، بس لأن متوفرة في الموقع رئيس الهيئة بأسعارها. وعندنا كذلك اللياقة الطبية، طبعا عندنا الصحة المهنية واللياقة الطبية. أما خدمة اللياقة الطبية تتنوع خدماتها، اللي هي الخدمة العادية وخدمة 24 ساعة وخدمة 48 ساعة، والخدمة المتميزة اللي احنا نسميها خدمة VIP تخلص نتائجها خلال 4 ساعات أو 3 ساعات، وتوصل لهم النتيجة برسالة نصية. انزين احمد، اليوم انتم عندكم مؤتمر صحفي بتكلمون فيه عن نظام جديد بتطلقونه، هذا نحن ما نبغي تفاصيل وايد في اليوم، بس يعني ابغيك تكلمني عن الخدمات الذكيه اللي يوفرها هذا المركز.
طال عمرك مثل ما قلنا يعتبر من أكبر المراكز، وطبعا دامنا مركز كبير مثل هذا لازم نوفر أحدث الأجهزة. عندنا طبعا وفرنا في المركز هذا أجهزة الأشعة اللي تتميز بالدقة والسرعة، بالإضافة إلى الأجهزة الرقمية اللي نسميها الكيوماتيك سيستم. وهذا الجهاز هذا يتميز بأنه يقوم بحصر المدة الزمنية التي تستغرق في رحلة العميل، وبالإضافة لأنه يقوم الجهاز هذا بتنظيم تنقلات العميل من منطقة إلى أخرى. ممتاز. والعميل في الأساس عنده منطقتين، عنده طبعا عقب تطبيق نظام سالم عنده منطقتين، يعني مو مثل أيام قبل يكون شايل أوراقه يدخل بتكون هناك أخطاء، لا، من عقب ما طبقنا نظام سالم الجديد هذا مجرد يكون خلاص مدخل بياناته. ممتاز. بس السابق يكون شايل الأوراق وداشت عندنا، الحين لا، يكون ماخذ وياه بطاقة هوية على طول تبدأ رحلته من مش التسجيل، على طول تبدأ رحلته من المختبرات. ممتاز. يقوم بفحص الدم، يطلع من هنا ينتقل إلى منطقة الأشعة، طبعا المدة هاي كلها تأخذ خلال 5 دقائق. وطبعا وفرنا بالنسبة لمناطق المسح فيها الدم، يعني تقريبا عندنا في المركز هذا، طبعا المركز هذا مساحته 3000 سكوير متر، عندنا 4 غرف أطباء لأطباء استشار، 7 غرف لأطباء استشاريين، وعندنا 30 غرفة لفحص الدم. جميل. يعني المركز هذا الحمد لله رب العالمين كامل مكمل إن شاء الله. الحمد لله. الله يسلمكم، شكرا لأخوة أيضا. عندنا تفضل. لأن عندنا دراسة طال عمرك على المركز هذا مسوين إن شاء الله في المستقبل، إحنا ممكن نستقبل يعني خلال يوم واحد من 6000 إلى 7000 عميل. ما شاء الله. ممتاز. تبت الأجهزة هاي الموجودة عندنا. ممتاز. ولكن هذا يعتمد على الطلب، نحن حاليا مشغالين في الفترة الصباحية اللي ممكن نستقبل من 2000 إلى 2500 عميل من الساعة 7:30 لين الساعة 2:30. ممتاز جدا. وطبعا كل المقاومات هاي كلها مش الغرض منها إن زيادة عدد المراجعين، ولكن الهدف منها إسعاد العميل وراحته. أحمد، أنا بضيف على كلامك أن اختيار هذا المكان، هذه المنطقة الجغرافية دكتورة، نحن مقبلين على استضافة حدث إكسبو 2020، وهذا حدث كبير، ومثل هذه الخدمات بهذه الجودة وبهذه الرؤية المستقبلية، يعني تعكس الحكمة من وراء إنشاء مثل هذه المراكز، تعكس الرؤية لدى القيادة الرشيدة متمثلة في سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي ونائب رئيس الدولة، وأيضا المتابعة المستمرة من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي لهذه المشاريع، وأيضا يعني التوجيهات اللي دائما ما يحث عليها معالي حميد القطامي، يعني استقطاب أفضل الخدمات التكنولوجية والتقنية لتسهيل يعني الإجراءات على المتعاملين. بعد نرجع نقول شغلة مهمة يا جماعة الخير، الإجراءات يتم تسهيلها، تريوا لين ما الواحد تاخذ ايديه على هذه التقنيات، لان من مجرد ما الواحد يطرح تقنية، هو مثل انك اتي بتعلم واحد تقول له تعال سوق دراجة. صحيح. انزين، ما بيعرف من اول مره، لازم يتدرب ويتعلم عليها، ولما يطلع في الشارع شويه شو اسمه يطيح شيء، لا يطيح بيموت. احمد جزاك الله خير يا احمد، مشكور الله يوفقكم، واليوم ان شاء الله منبارك لكم على اطلاق نظام سالم. الله يبارك حياتكم ان شاء الله، وان شاء الله يكون اضافه والفريق كامل ان شاء الله، ان شاء الله يا رب. شكرا لك احمد طالب. احمد طالب محمد احمد، اخصائي اول اداره اللياقه الطبيه والصحه المهنيه، كان معنا عبر الهاتف، تحدث يعني عن اطلاق مركز اللياقه الطبيه في منطقه ابراج بحيرات جميره. طبعا المركز خدماته مثل ما ذكرها وايد كبيره دكتوره.
يقدم تقريبا كل الخدمات محمودة، يعني في 7 غرف للأطباء، يعني يقدر يخدم عدد كبير مع الخدمات الذكية اللي فيه مثل ما قال لين 7000 متعامل يوميا يقدرون يخدمون يعني عدد كبير. فإن شاء الله إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق في مسعاهم، وإن شاء الله نلاقي مراكز أكثر لياقة طبية وغيرها من خدمات تخصصية في دبي. أنت تعرفين أن اليوم بيطلقون سالم؟ لا والله محمود عرفت منك الحين. لا هي. ما تتابعين أخبارنا عيل؟ لا لا حد يدري أصلا. أنت مصدري للأخبار. نظام سالم يا جماعة الخير هذا تطبيق يعني جديد تم أتمتت جميع المراحل الخاصة بالفحوصات الطبية. موضوع سهل جدا، الواحد ممكن ان شاء الله في المرحله الثانيه، الحين تو المرحله الاولى، المرحله الثانيه بتكون المسائل بشكل سريع بشكل بسيط، يعني ان شاء الله بتكون اضافه كبيره للمنظومه الصحيه التقنية اللي تطرحها هيئة الصحة بدبي إن شاء الله. ما نتعرف أكثر على هذا النظام إن شاء الله يوم الباكر ولا يوم الأحد، منحاول أن نعطيكم فكرة أبرز عن نظام سالم أو يعني المنظومة هذه الجديدة في اللياقة الصحية أو اللياقة الطبية. وأيضا يعني عندنا تقريبا ما عندنا نطلع فاصل دكتور، خلينا نذكر بأرقام التواصل بس وبعد الفاصل إن شاء الله ما خبركم شو موضوعنا إن شاء الله. التواصل معنا على الهاتف 600-551-414 والرسالة النصية على 4006 موجودين لايف على أكاونت نور دبي على إنستغرام. فاصل وراجعين. صحة وسعادة ورجعنا لكم، حياكم الله مرة أخرى في برنامجكم برنامج صحة وسعادة. بنتكلم الحين عن موضوع جميل، أعتقد تسمعون عنوان الكل بيبتسم، عن حملة ابتسامتي. لحظة قبل الموضوع هذا دكتورة. نعم محمود. خلينا نذكر أرقام التواصل على 600-551-414 والرسالة النصية على 4006. ها اللي ما يتابعنا على الانستغرام والنور دبي يفوت شي يستوي في الكواليس، فما تفهمون شو يستوي بعد الكواليس، فتون ان انتو اكاونت هاي الصحة نور دبي على الانستغرام تعرفون شو يستوي في الكواليس. المهم حملة ابتسامتي. نحن نستضيف معنا عبر الهاتف دكتورة حمد المسمار مدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي عبر الهاتف، ها؟ وأيضا الدكتورة شيماء المشداني أخصائية أول طب المجتمع وطب الأسنان العام. صباحك الله بالخير دكتورة. بالخير والنور والسرور فيها. عبر الهاتف ها؟ عبر الهاتف. بعد ما حبي يقول تعالي الاستوديو. صباحك الله بالخير دكتورة شيمة. صباح الخير والسعادة والسرور. نزيل. نحن ما نتكلم عن هذه الحملة ما ناخذ بس عشان ما نعطل الدكتورة حمدة وايد. الدكتورة ما يبتدي معاك عطينا بس نبذة عن حملة ابتسامتي وأهمية إطلاق هذه الحملة، وأيضا شو الأشياء اللي يعني خلتكم في إدارة الأسنان أنكم تطلقوا مثل هذه الحملة. أوكي. بداية يعني بس نعطي فكرة عامة أن إدارة خدمات الأسنان نظمت سلسلة من الحملات التوعوية والتثقيفية على مدار السنة. وصلت في حدود 55 حملة، عدد المشاركين فيها 3838 مشارك من مختلف الفئات العمرية. ممتاز. طبعاً نحن تطبيقاً لرؤية الإمارات وخطة دبي 2021 لنشر ثقافة أهمية صحة الفم والأسنان، وفي نفس الوقت تماشيا مع استراتيجية هيئة الصحة نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة، تعاونت إدارة الأسنان مع وزارة الصحة والوقاية بحيث أن احنا نبدي الدورة الثانية لحملة ابتسامتي، وهي لتحسين الحالة الفموية الفموية والأسنان لأسنان الطلاب اللي هم احنا نركز على الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات، لأن هاي الفئة وصلت نسبة التسوس فيها استنادا على البحث اللي أجرته إدارة الأسنان في عام 2013 نسبة التسوس في هاي الفئة العمرية إلى 65%، نسبة عالية جدا أكثر من النصف يعني أسنان مسوسة. أيوة. فحملة ابتسامة في هذه احنا تم التخطيط لها في هذا العام في عام 2017، استمرت لمدة 3 شهور من فبراير إلى مايو،
والحمد لله كانت النتائج فيها يعني مشرفة، ولاقت كذلك استحسان من الأهالي ومن طلاب المدارس اللي احنا طبقنا عليهم هاي الحملة. فاحنا حاليا ان شاء الله بصدد ان احنا اللي هو يعني نستمر ان احنا نغطي مدارس اكبر، لان احنا في البداية غطينا في حدود 7 مدارس حكومية، الحين بنغطي ان شاء الله مدارس اكبر بتعاون مع وزارة الصحة. طبعا هذا كله عشان احنا لنشر الوعي لشريحة اكبر من طلاب المدارس. إن شاء الله بنبتدي من أكتوبر، ونعتبر أن هذا برنامج وقائي لصحة الفم والأسنان لهذا العام. عاد عن بقية الحمل وأهدافها والبرنامج وهذا، ما شاء الله يعني الدكتورة شيمة هي القائمة على هالبرنامج، أنا أحييها على نشاطها واجتهادها وأتمنى لها كل التوفيق. يعني في ترقية حقها؟ على طول محمود ترقية. لا أنا هذا الكلام هو ترقية بالنسبة لي. الله يسلم. يا سلام. يا سلام. طيب دكتور حمد، أنا بس قبل أنهي معاك الحوار بس أبغي يعني نعرف المستمعين ب يعني جديد إدارة الأسنان بشكل عام، عقب برجع باخذ التفاصيل عن حملة ابتسامتي مع الدكتورة شيمة. جديد من خدمات؟ جديد أي شيء عندكم، خدمات عندكم، أشياء سويتوها خلال الفترة هاي أو أشياء بتسوونها يعني توعدون الناس أنكم أنتم بتسوونها. من الخدمات اللي يعني الجديدة اللي إحنا استحدثناها هي خدمة تبييض الأسنان. فعندنا عيادة تبييض ولا تبريد؟ تبييض. دكتور حنا وعدتيني، أنا أول واحدة بسوي تبييض أسنان عندكم في الهيئة، بجرب الجهاز. لا أقول لك دكتورة هي بردت أسنانها. زين تقول ما سويت شيء، قلت لها لا في شيء مستوي. تحية الدكتورة فايقة والله. بردت لي شوية تغيرت شكل أسناني، الكل ملاحظ، يعطيكم ألف عافية في الأسنان صراحة. زين تفضلي دكتورة حبيبي. أيوة عندنا اللي هي مثل ما قلت اللي هي تبييض الأسنان، طبعا حملة ابتسامتي اللي إحنا الحين بنبتديها. في كذلك إن شاء الله بنبتدي اللي هو المدح الطبي للفئات العمرية من 18 فما فوق، للعملاء اللي يحضرون المراكز هيئة صحة دبي. هذا طبعا من ضمن برنامجنا الاستراتيجي صحة الفم والأسنان. وايد ممتاز هذا المسح. على هيئة الصحة. نعم. هي هذا المسح مهم جدا دكتور، لأن أنتوا دائما تسوون حق الصغارية. صحيح. حق الكبارية أول مرة أعتقد بيكون في مسح طبي. يبان نستضيف مرة دكتور حمد تكلمينا أكثر عن المسح هذا الكبار، لأن دائما تركيز على الصغار مثل ما يقول محمود دائما عن تسوس الأطفال، بس إحنا ما ننسى إن في حتى الكبار عندهم مشاكل في الأسنان. لأن إحنا المسح الأولاني اللي تم الانتهاء منه كان اللي هو في 2013 وأعلن عن النتائج في 2014 كان لطلبة في المدارس. صح. اللي هو أقل من 18 سنة. صحيح. الحين بنسوي للفئة العمرية اللي هي فوق 18 سنة، هذا بيكون أول مرة وإن شاء الله يعني على أساس إن تكون عندنا قاعدة بيانات. عبد الله يقول أهم شيء المواعيد. فالكم طيب المواعيد دكتور حمد ما تقصر والأسنان. خلينا نسمع الدكتورة عدة تعليق. شو رأيك دكتور حمدة؟ أهلا وسهلا. هو يقول خلاص برأي الدكتورة مستحيلة تبغى تروح. تبغى تروح دكتورة حمدة. اي مو مشكله دكتور، جزاك الله خير. وكان واحد يقول اهم شيء المواعيد، انا اللي اعرف ان المواعيد في الاسنان ووكن صح. بس هني بعد نبغى نوضح مساله مهمه جدا، ان يا جماعه الخير طبيب الاسنان يشوف المريض ياخذ ساعه ونص، يمكن اكثر يمكن اقل، هذا واحد. اثنين، علشان يطلع هذا المريض ويدخل مريض ثاني مكانه، الغرفة هذه كلها لازم تتعقم. صحيح. في عملية تنظيف للغرفة، لأن الجراثيم اللي موجودة، الشغلات اللي ممكن تنقل الأمراض هذه كلها مسائل خطرة. ففي بروسس، يعني الواحد مو بأنه داش حلاق زين يعني بالدور كذا بيدخل، لا هذا طبيب أسنان، هذا دكتور ولا صح كلامي ولا؟ وهذه الأشياء إحنا وايد نركز عليها وتتميز فيها يعني عيادات الأسنان في هيئة صحة دبي. إحنا وايد نركز اللي هو على اللي هي الاهتمام بالتعقيم وعدم نقل اللي هي الأغراض يعني. أكيد. جزاك الله خير يا دكتورة، مشكورة دكتورة حمدة. أهلا. أهلا.
هلا دكتور حمد المسمار مدير إدارة خدمات الأسنان في هيئة الصحة بدبي كانت معنا عبر الهاتف. نحن نستكمل الحديث عن ابتسامتي. دكتورة شيمة تفضلي. دكتورة شيمة، مثل ما ذكرت دكتورة حمدة أن واحدة من أسباب الحملة أن نسبة التسوس عند طلبة المدارس كانت جدا عالية، 65%. صحيح. يعني أكثر من النصف. صحيح. كان عنده تسوس، سواء طبعا مع اختلاف درجاته. طبعا. لو بس ممكن ننبه الأمهات، شو أسباب التسوس في هالمرحلة العمرية اللي هي طلبة المدارس؟ شو أشهر سبب التسوس عندهم؟ من أشهر الأسباب حقيقة أن الأمهات يتصورون الأسنان اللبنية مش مهم أن ننظفها، مش مهم نحافظ عليها، إنها بطيح وخلاص تتبدل. وبالتالي الأكل وعدم التنظيف وعدم الاهتمام بهاي الأمور هي قاعدة تسوي نسبة التسوس عالية جدا. وهل هو خطر فعلا أن أترك التسوس في الأسنان اللبنية؟ طبعًا. على افتراض أنها بطيح وتتبدل بأسنان طبعًا. سليمة؟ طبعا أكيد، لأن الأسنان اللبنية مهمة جدا، لأن هي أولا تغذية صحيحة للطفل. نفسيا الطفل يكون مبتسم، حالته النفسية أحسن لما تكون أسنانها منظرها أفضل. ثالثا إحنا ننسى شيء مهم، أن التسوس هو أصل البكتيريا. صحيح. البكتيريا المتواجدة في الفم بشكل مستمر يبلعها الطفل، تأثر على صحته العامة. فبالتالي أنه إحنا لازم نمنع هذا، وجود هذا النوع من البكتيريا في الفم. في دراسات كثيرة أثبتت أنه البكتيريا ومشاكل الأسنان والتسوس تأثر سلبا على الصحة العامة. يعني مثلا الحوامل اللي عندهم مشاكل في اللثة يصير عندهم ولادة مبكرة، وأطفالهم المولودين يتأثرون. كذلك الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، إذا كان عندهم مشاكل في أسنان أو اللثة أيضا تأثر على القلب وعلى السكري. فإحنا الفم جزء، يعني والأسنان جزء من الصحة العامة، يجب أن نحافظ عليها، وبالذات هالفئة. لأن لو الطفل تعلم الروتين الصحيح والأسلوب الصحيح في تنظيف، خلاص بيصير عنده روتين بيستمر إلى الكبر. صحيح. أكيد. طبعا هات رسائل الأمهات بمنح المدارس والأطفال. كلهم ينشوا من الصبح. تفريش الأسنان الصبح. صحيح. وقبل النوم. صحيح. جدا جدا جدا, جداً مهم. ما علي محمد، ممكن بسأل دكتورة شيء معد. سؤال دائما يسألون الأمهات، كيف نختار فرشاة للأطفال الصغار؟ في أمهات عبالها أن أي فرشاة مكتوب عليها سوفت أقدر أستخدمها للطفل يعني. لا طبعا، الحين متوفر في الأسواق والجمعيات طرق سهلة جدا، مكتوب على الفرشة الأسنان الفئة العمرية المناسبة. في عندك مثلا من 3 سنوات إلى 6، في من 6 إلى 9، وهكذا، يعني جدا واضحة. ودائما الفرشة للأطفال تكون حجمها صغير جدا. صحيح. عشان توصل للأسنان بشكل سهل. وكمان بتكون سوفت، يعني خفيفة جدا، بحيث أنه ما تأذي اللثة وتجرح الطفل. نصيحتي للأمهات دائما يتشكون أنه الولد يصحى الصبح ما يقدر يفرش أسنانه، أنا نصيحتي لك حتى لو ما قدر الصبح فرشي الأسنان بعد ما يرجع من المدرسة. ممتاز. يعني مرة في اليوم ومرة قبل النوم تكفي، حتى لو ما كان الصبح أول الصبح. صحيح. يعني حسب هي جدولها وكيف هي ممكن تنسجم مع الولد، تفرش أسنانه في النهار ومرة، أهم شيء بعدين طبعا قبل النوم. طبعا الصبح ما في وقت محمود ندخل في هالضرابة الصباحية، يدفع على لبس اليونيفورم. يعني تفرش الأسنان بعد هيكون وايد. صحيح. فممكن أجل هذا النقاش إلى ما بعد رجوع المدرسة، نتفاوض على تفرش الأسنان لما يرجع. انزل ناخذ النوبي مداخلة عنده. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا اخوي، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ طيبين ان شاء الله. مرحبا. تفضل. الله بالخير. صراحه انا ما اعرف البرنامج شو اسمه وعن شو تتكلمون، دائما سمعت لكم مرتين وحب مواضيعكم صراحه. شكرا. شكرا. نحن اسمه صحه وسعاده، هذا البرنامج تقدمه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر هذه الإذاعة المميزة دائما. نحن موجودين طبعا من الأحد للخميس، وعلى قولة أبو كريم يعني اللي ما يحبنا الله يعينه. لأن كل يوم معاكم. لا نحبكم عيال، دام كفاح في الموضوع نحبكم. تفضل. صراحة اقتراح عشان الأطفال والأسنان. تفضل. سمعت تول الأخت تقول إن شو الأسباب إن الأسنان فيها تسوس بشكل كبير عند الأطفال صغار السن. صحيح. يعني في الكيجي والأول ابتدائي وثاني ابتدائي. أنا اقتراحي إن كل أسرة أو المدارس بعد بتعاون مع المدارس يخلون للطالب فرشة أسنان ومعجون صغير، هذا اللي يحطونه في الفنادق عشان تعرفونه، عقب ما يتريق في المدرسة يستعمل، يتعود على فرشات الأسنان. لأن في أطفال في هذا الزمن ما تقدرين تضربينهم ولا يسمعون الكلام. لا حتى عودناهم في المدرسة وفي البيت مرتين في اليوم
كفاية عليهم. والله فكرة جميلة أخوي صراحة، أنا عيبتني الفكرة إني ودي فرشاته ومعجونة في المدرسة يكون موجود. فكرة حلوة محمود. بعد الفصح عندهم فصحتين، فصح الأولى والثانية. صحيح. يلا هاي مرتين بعد. هذا أظني في شيء سويته قبل دكتورة في هذا. صراحة الحملة ابتسامتي هي أساسها هذا. هذا هو أساسها. شفت نوبي الحملة أصلاً هذه أساسها. الحملة شو؟ الحملة اللي نتكلم عنها هذه ابتسامتي هي أصلاً إنه يخلون الطلبة في المدارس يفرشون أسنانهم. سبحان الله. بعيد عيالنا. في ناس قبل يحطوا الأفكار هذه. تفكيرك إبداعي أخوي عشان شيء. المبدعين فكرون. عندي عيال أحبهم لازم أشوف عيال الناس عيالي بعد ما أقدر أخليهم. طول عمرك. يعطيك العافية. جزاك الله خير. يعطيكم العافية. شكرا لك. الله يوفقكم إن شاء الله. الله يخليك شكرا. دكتورة كلمينا عن الحملة لأن نوبي قال إن. قال الفكرة خلاص. الحملة ابتسامتي لها ثلاث أهداف مهمة. أولاً نعود الأطفال على تفريش الأسنان في المدارس، وبالتالي لما يتعود كل يوم في المدرسة رح يفرش أسنانه في البيت. هذا أول شيء. رح يتم توزيع فرش أسنان ومعاجين للطلاب المدارس الحكومية مبدئياً في منطقة بر دبي، حوالي 33 مدرسة، أكثر من 1000 طالب حيشاركون في هذه الحملة إن شاء الله، ويمكن أكثر. يكون في مكان جاهز ومجهز لوضع الفرش الأسنان في المدرسة عشان نحافظ على نظافة هذه الفرش. في حيكون متابعة أسبوعية شهرية وكل 3 أشهر عشان إنه نتأكد إنه الطلاب قاعد يفرشوا أسنانهم كل يوم في المدرسة وبشكل صحيح. سوينا تدريب لممرضات المدارس حتى يتابعون يكون بشكل علمي صحيح للطلاب. كذلك بنسوي ورشات عمل للأمهات في المدارس. العام كان حوالي 7 ورش عمل سويناها. الأمهات كانوا جدا فرحانين وشجعوا واستحسنوا الفكرة وتعلموا أفكار جديدة، وبالتالي إن شاء الله رح نكمل عليها في كل المدارس المشاركة في الحملة ابتسامتي. حندعو إن شاء الله الأمهات يجون يشاركونا أفكارهم، وإن شاء الله بيكون في نقاشات وورش عمل معهم. النقطة أيضا المهمة إنه دائما التركيز على فرشة الأسنان والمعجون في المدرسة، وبالذات بعد وجبة الطعام إن شاء الله هتكون على أساس لو الطفل ما فرش أسنانه أثناء النهار بيكون فرش أسنانه مرة على الأقل في المدرسة. صحيح. وبعدين في جداول رح نعطيها للأهالي يأخذوه معاهم عشان يتابعون تفريش الأسنان بشكل ممتع للأطفال. في مسابقات حنسوي للأطفال، رسم أجمل ابتسامة إلى آخره، بيكون إن شاء الله في جوائز للأطفال تشجيعا لهم، لأن إحنا لازم نفكر بطرق مبتكرة ومبدعة على أساس تخلي عملية تفريش الأسنان وضافة الأسنان وهي يكون شيء ممتع للأطفال. طيب دكتور أنت ذكرتي مسألة وايد مهمة أن الحفاظ على فرشات الأسنان. بعيد عن الأطفال فقط، أنا أتكلم بشكل عام كممارسة. شو يعني في فرشات الأسنان معروف مكانها وين؟ أنتم كرامة في الحمام. هل هذه الممارسة سليمة ولا ممكن أن في جراثيم في أشياء على الفرشاة؟ يعني سمعنا بعض الممارسات يقولون لا تخلون الفرشاة في الحمام مثلا، شيلوها برا حطوها في مكان. هو توجد في فرشة الأسنان ممكن توضع في الحمام، بس مكان وضعها في الحمام مهم. يعني أكرمكم الله ما تكون عند مقعد الحمام قريبة. صحيح. تكون بعيدة طبعا. دائما بعد تفريش الأسنان تغسل بشكل جيد، تبدل كل 3 شهور أو أقل إذا شفت الفرشة بدأت تتلف. هل تتغطى؟ هذا السؤال دائما، حط الغطاء ولا ما نحط؟ شوف إذا كان الغطاء في تهوية أوكي، أما إذا مغلق فهذا يساعد على أن الجراثيم تكبر. في بعض الناس يستخدمون مثلا غسول الفم ليغسل فرشة الأسنان، هذه بعد فكرة. في بعض الناس يستخدمون الخل تغسل الغسلة، بعد الخل يقتل نوع من أنواع البكتيريا، بس هذا يأثر على النيلون اللي موجود في فرشة الأسنان. طيب. فممكن نضعها ولكن بيكون مكان نظيف وناشف وفي تهوية. تفضل. أنا تفضل محمد. شكرا. شو هي الممارسات الخاطئة اللي لاحظتوها على الطلاب من خلال هذه الحملة دكتورة؟ نعم، أولا استخدام كمية كبيرة من معجون الأسنان. هذه واحدة. يجب الهدر اللي يستوي مع الأطفال. نعم. معجون الأسنان. نعم. صحيح. عدا أنه هدر أيضا كمية الفلورايد اللي موجودة في معجون الأسنان لو بلعها الولد بكمية كبيرة حتأثر عليه سلبا. صحيح. وبالتالي إحنا دائما ننصح الأمهات أنه على عمر الطفل من 3 إلى 6 سنوات يضع حبة الحمص، قاعد حبة الحمص تضع على الفرشة الأسنان وتفرش. وكل ما يكون أكبر ما يفضل أنه يعني تشوفين دعايات دائما حطين فرش الأسنان عبيها معجون، لا هذه مش صحيح. النقطة الثانية أنه يفضل أنه الطفل بعد تفريش الأسنان ما يتمضمض
تنظف في الماء. يعني أنا حاولت أسوي هاي الحركة اللي تطلع في الدعاية ما تطلع محمود ما تضبط لأنه ما يكون أصلا معجون ترى يكون بلاستيك بلاستيك مسوينا المعجون نفسه ما يثبت ولا تصير في زاوية زاوية هذه صعبة أنت تحطين هالكمية دكتورة ما شاء الله أسنانك نحط إحنا نحط كبر حبة البازيلا عليها كافية تنظيف الأسنان كلها كافية طيب فالدكتوره شيء ما كنت تقولين عن ان كميه المعجون المفروض نحط والفلورايد وانه المفروض الطفل ما يتمضمض بعد ما يفرش اسنانه يعني لما يتمضمض مفعول الفلورايد المعجون في الاسنان حيروح وبالتالي احنا نحاول نخلي الفلورايد قدر الامكان على الاسنان لانه هو يمنع التسوس غسول الاسنان غسول الفم غسول الفم جيد طبعا اذا كان الاطفال اكبر من 7 سنوات وقادر على ان يتمضمض يرمي لانه بلع صحيح سيء ويستخدم ايضا للفلورايد يعني مضمضه الفلورايد في انواع مضمضه بتكون فيها مضادات يعني او ضد الالتهاب تفضل هذه للكبار وتستخدم مره الصبح او مره في الليل يعني في واحده من المات كانت تقول تعاني وايد مع ولدها في تفريش الاسنان فتقول اخليه يشرب شويه من مضمضه الاسنان شو يعني الولد صغير عمره 3 سنوات يمكن يشربه كبديل للمعجون طبعا هذا لا يعتبر بديل للمعجون لأن في مواد كيميائية لو بلع الولد ممكن يأثر عليه يعني صحيح طيب دكتور يعني النتائج اللي حصلتوها من وراء هذه الحملة نعم احنا في مثل ما ذكرت الدكتورة حمدة مشكورة دائما مساندتنا في كل المشاريع هذه الحملة كانت 1500 طالب العام 7 مدارس شاركوا الفئات العمرية كانوا من حوالي 4 سنوات إلى حوالي 7 سنوات كانت النتائج مرضية جدا بحيث أنه إحنا سوينا أول شيء كشف قبل الحملة وجدنا أن حوالي 1100 طالب كان عندهم مشاكل في عدم التنظيف في تراكمات على أسنانهم بعد الحملة 3 أشهر سوينا على نفس الفئة الكشف لقينا أن بس 300 طالب فقط من 1100 ظل عندهم مستوى النظافة مواط فإحنا معناته أكثر من 50% تحسن في الوضع الصحي للأسنان الأطفال إن شاء الله إحنا نستهدف بإذنه تعالى أن يكون أفضل أفضل السنة هذه بيكون في متابعة أكثر بيكون في ريبورتات تجي من الممرضات أيضا من الأشياء اللي إحنا أخذناها بعد ما سوينا الحملة عملنا بعض الأسئلة والأجوبة من الأهالي وتابعنا مع الممرضات شو المشاكل اللي واجهوها وحلينا كثير من هذه المشاكل السنة على أساس أن الحملة تكون طبعا تتطور أفضل وأفضل إن شاء الله تطلع نتائج أفضل إن شاء الله دكتورة كلمة أخيرة تبغين توجهينها قبل لا نختم كلمة أخيرة صراحة إحنا دائما على استعداد لاستقبال نصائح وأي إرشادات محتاجينها المجتمع كذلك نصيحتي للأمهات ضروري جدا تفريش الأسنان 2 مرات في اليوم مرة في أثناء النهار ومرة قبل النوم هذه يمكن من أهم النصائح اللي ننصحها للأهالي شكرا لك دكتورة شيمة مشهداني أخصائي أول طب بالمجتمع وطب الأسنان العام يعطيك ألف عافية وابتسامتك ما شاء الله دائما منورة وين ما نصير لاقيك ما شاء الله ابتسامتك أول دليل على روح الطيبة وشكرا لك شكرا جزيلا لك ألف عافية وفريق الأسنان كامل قسم الأسنان الكبرى حملة ابتسامتي المفروض أن تتعدى ابتسامة الأسنان إلى ابتسامة الروح يا سلام عليك صحيح الواحد لازم يكون متصالح مع نفسه أكيد لازم يكون مستانس دائما ترى يقول لك ابتسامة تنبع من الداخل لا هو أصلا دكتورة الشخص اللي ما يكون إيجابي ولا يكون مبتسم في مجتمع مثل مجتمع دولة الإمارات وبالتحديد مجتمع إمارة دبي ما راح يمشي أكيد صحيح. الناس بيبتعدون عنك لأن هذا مجتمع إيجابي أصلا أكيد تعلمنا الإيجابية من شيوخنا دائما نفكر بطريقة إيجابية والدليل كتاب سيدي صح سمو الشيخ محمد بن راشد سعادة والإيجابية فلازم نكون دائما الناس إيجابيين صحيح. تفكيرنا إيجابي ترى في ناس أحيانا نلتقي فيهم وتلاقيهم مبتسمين ولكن تشعر أن ابتسامتهم لا تدخل القلب لأنهم لا يبتسمون من الداخل ما بردوا أسنانهم ما بردوا أشكر يا دكتورة شكرا لك يا محمود شكرا دكتورة ندى المولى وشكرا لأيمن سرحي المخرجنا وكل الشكر لميرا الإغفلي كانت معانا في التنسيق وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي وحتى نلقاكم في الغد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.